السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف منصة ان شاء الله يبقى فيه اكتر من درس للشرح بتاعها، لانها فيها ابلكيشنز كتيرة جدا. هنبدأ نشوفهم مع بعض واحدة واحدة. في هنا دوكيومنتيشن بحيث ان انت تقدر تظبط الملفات. ممكن يكون عندك اكتر من ملف معماري، اكتر من ملف استراكشر، فتقدر تعمل فولدرات وتقدر هنا تظبط اللايبراري بتاعتك وتشوف انت ممكن تشير الحاجات ديت مع مين. يعني ممكن يكون في فريق عمل فتقدر تشوف هتشير مع مين. طيب خلينا نبدأ نحمل ملف IFC لأن هو الأغلب شغل بيكون على ملفات الـ IFC. تقدر تعمل فولدر مثلا هنا الـ Architecture أو الـ Structure اللي هترفع فيها الملفات. فأجي هنا My Documents ويقول لي to view some example عشان تشوف بعض الأمثلة. ممكن تضغط هنا، تمام، خلينا نضغط هنا. دي example لمشاريع موجودة عنده. ممكن نفتح مثلا ملف زي دوت. هنا بيديك اللينك بحيث ان انت تشير الحاجات مع الناس. ممكن نقول له اوبن. طبعا انت ممكن ترفع ملف من الملفات اللي عندك وتشيره برضو مع الفريق بتاعك. فشايف اللذة بتاعت البيم ان انت تقدر تشوف الملفات بتاعتك اونلاين من غير ما تسطب باي برامج خالص. تقدر تقول له مثلا في ملفات معينة أنا عايز أخفيها، مثلا عايز تخفي المعماري وتركز على الإنشائي مثلا. هنا بتقدر تشوف كل التفاصيل اللي موجودة وتقدر كل ملف فيهم تديله لون معين. كل ما تعمل سيلكت على حاجة بيبدأ يجيبها لك هنا فتقدر تشوفها. تقدر تبص هنا على الخصائص بتاعتها. دي الخصائص بتاع اي عنصر انت بتعمل عليه سيلكت. اول ما تعمل سيلكت بيبدا يجيب لك المعلومات. ده مثلا وول. طيب خلينا نحدد مثلا ديت بلات وهكذا. كل حاجه تعمل سيلكت يبدا يجيب لك المعلومات الخاصه بيها. هنا الخصائص ممكن نقول له مثلا في لو في اي لينكات مثلا وهكذا. وتقدر ان انت مثلا تبدا تشوف مثلا كانك شخص موجود هنا في قلب المكان. ممكن تشوف الخصائص بتاعت الحاجه. ممكن ناخد سكشن في اي مكان بالشكل دوت. ممكن تبدا تقيس مثلا اي مسافه. فيبدأ يجيب لك المقاسات اللي انت عايزها بالشكل ده. ان شاء الله برضه هيبقى فيه اكتر من فيديو شرح اليو اس بيم على بيم اريبيا.